مستمعينا الكرام، حفلنا الكريم ينطلق بحفظ الله ورعايته. شوطنا الأخير وشوط الختام، وبعد هذا الشوط مباشرة سوف يسدى الستار عن أشواط اللقاء ليكون لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى مع أشواط الإجذاع. انطلاقة سليمة وموفقة لآخر شوط، وهذا شوط مخصص للقاية. الإنتاج نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نشوف نتابع الصدارة والمقدمة مع تحديات هذا الشوط وتحديات هذه الشعارات الجميلة التي تزين أرضية هذا الميدان في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. كما تتابعون هذه التحضيرات وهذه التجهيزات، مشكورين اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة أيضا برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. كما لا يفوتني أن أشكر نائب الرئيس السيد عبد الله بن محمد الكواري ومدير إدارة السباقات والأنشطة مبارك بن محمد بن بادي النعيمي، والشكر موصول أيضا للمدير المباشر لميادين البصير السيد خليل بن ناصر بن منصور الشهواني الحاضر والمتابع لها لأحداث وتداعيات هذه الأشواط. نشوف التابع المركز الأول والصدارة مباشرة، الرعود للسيد حمد بن سريع بن سعيد الشهواني الهاجري ينطلق مع رعود، ولكن المقدمة والمركز الأول مع ظن لسيد محمد بن مبارك بن محمد البريدي الهاجري يتقدم مع ظن على المركز الأول. المركز الثاني نشوف نتابع اللي على المركز الثاني، سكر بشعار السيد راشد بن سعيد بن جوهر بن سعد الفيصل يتقدم مع سكر على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات والواصلة الوجبة للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل يتقدم مع الوجبة على مستوى المركز الثالث. انتقالتنا للمركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الأفاضل رعود حمد بن سريع بن سعيد الشهواني الهاجري، والمركز الخامس شعار الزمات يصل وينطلق مع تبريز للسيد عبد الله بن صالح بن سالم أبا الزمات المري ينطلق مع تبريز على مستوى المركز الخامس وتغير بدورها إلى المركز الرابع. العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول وإلى مقدمة هذا الشوط حيث تنطلق ظن، وأيضا أتمنى ألا تخيف ظنون مالكها بظن محمد بن مبارك بن محمد البريدي الهاجري ينطلق مع ظن على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول في شوط الختام، ونتمنى أن يكون الختام مسك لجميع المشاركين. المركز الثاني سكر قادمة على مستوى المركز الثاني لراشد بن سعيد بن جوهر بن سعد الفيصل، والمركز الثالث أول نداء لهذه الواصلة جبارة علي بن شفيع بن علي الفهيدة المري يصل وينطلق مع جبارة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع تبريز على المركز الرابع عبد الله بن صالح بن سالم بن زمات المري شعار الدوحة أيضا طيبة الذكر ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس من هناك الاندفاع من الدانة علي بن زيد بن علي بن محمد بن انديلة، وكل الشعارات كل الأسماء أراها واصلة لا محالة، قادمة لا محالة بهذا التقدم الجميل وهذا التقدم الملحوظ. ولكن العودة إلى صدارة هذا الشوط وإلى جبارة علي بن شفيع بن علي الفهيدة المري تنطلق مع الصدارة ومع المركز الأول. المركز الثاني شوفوا تابع القادمة سكر راشد بن سعيد بن جوهر بن سعد الفيصل وتبريز واصل عبد الله بن صالح بن سالم بن زمات المري ويصل شعار بن جرحب وينطلق مع حلم حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب يقود هداب. نتمنى لك التوفيق يا أبو محمد ولأقرانك المشاركين. المركز الخامس يا سلام، مرحبا بهذا الوصول، مرحبا بهذا القدوم، وصلت وانطلقت الشهامة، يا مرحبا بالشهامة. جار الله بن علي بن جار الله آل بريد المري ينطلق مع الشهامة في أول ظهور لها في هذا الموسم. يا سلام أيضا منافسة على الشلفة الفضية في العام الماضي أراها تتقدم أيضا في هذه المشاركة التجهيزية. نتمنى لك التوفيق يا جار الله بن علي لاعبنا يا محترف أيضا نادي الريان. يا سلام قادمة الشهامة على مستوى المركز الرابع، ولكن الجماعة مع المقدمة مع أيضا اندفاعة الصدارة ومع الكيلومتر الأخير الكيل الخطير الصدارة هنا مع جبارة علي بن شفيع بن علي الفهيدة المري المركز الثاني. حلم الواصلة انطلقت حلم على المركز الثاني، حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرح بالمركز الثالث. شوفوا تابع الشهامة واصلة لجار الله بن علي بن جار الله آل بريد المري قادم مع
الشهامة على مستوى المركز الثالث المركز الرابع. شعار البدن قادم ايضا وينطلق، وصلت سمو، انطلقت سمو في هذه اللحظات. علي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشه النابت شعار بشاره، شعار بشاره صاحبه الشوط الرئيسي ينطلق مع سمو، ولكن المقدمه مع بن شفيع لا تزال تسيطر على صداره هذا الشوط. جباره جباره تفرض جبروتها على هذا الشوط علي بن شفيع بن علي الفيده المري، ولكن يا سلام الله الله بن حبيشه بن حبيشه بن حبيشه مع سمو، انطلقت سمو وانطلقت الشهامة. الله هذه الشهامة واصلة على المركز الثاني تنطلق مع المركز الأول. جار الله بن علي بن جار الله آل بريد المري ينطلق مع الشهامة، ولكن سمو على المركز الثاني يبحث عن النقطة الثانية بن حبيشة. سمو والشهامة، الشهامة وسمو، وسمو ولكن سمو، سمو أيضا تسمو، سمو تسمو إلى صدارة هذا الشوط، تسمو إلى مركز الرفعة، تسمو إلى مركز الشموخ. سلام لشعار بشارة ينتزع النقطة الثانية على التوالي مع سمو. سلام علي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشة النابت، هنيالك على هذا المال الطيب. المركز الثاني كان من نصيب الشهامة اللي ما قصرت حقيقة. جار الله بن علي بن جار الله لبريد المري المركز الثالث. همس لسيد عبد الله بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين المركز الرابع. وصلت المدينة محمد بن جابر بن سعد النابت المري، بينما المركز الخامس كان من نصيب حلم لسيد حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحة.